ورحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب، ماهر يتلو ويرجو يوم الحساب. أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة على مائدة القرآن، على مأدبة الله. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. قراءتنا اليوم من الصفحة 10 بعد 100، أي من الآية 15 أو 14 حسب عد الآية، اختلاف عد الآية عند الكوفيين. الآية 14 من سورة المائدة، وهي 15 في العد المدني عند ورش عن نافع، لأنه في اختلاف في بداية السورة في عد آية الآية الأولى. نبين مذاهب أو الخلاف بين الراويين. نصارى ترقيق الراء عند ورش قولا واحدا لأنها ذات راء، ونحن نعلم أنه هناك فرق بين ذات الراء وذات الياء. ذات الياء فيها التقليل وعدمه، ذات الراء قولا واحدا مرققة عند ورش، عند ورش، ورش جميع الباب كان مقللا. ذكروا ترقيق الراء، هنا ترقيق الراء، وفي فرق بين تقليل الألف وترقيق الراء. تقليل الألف في نصارى رققت بسببه الراء، هنا ذكروا ترقيق الراء لأن قبلها كسر أصلي وهي مضمومة. والبغضاء إلى عند حفص يحققها، تحقيق الهمزات كاملة ما عدا همزات التي يسهلها همزة أعجمي وغيره. عند ورش هنا يسهل الهمزة الثانية بين بين، تسهيل بين بين، بين الهمزة وحركتها، أو بين الهمزة والهاء، أو بين الهمزة وما تولدت منه الفتحة اللي هو الألف. المهم النطق بها، أن أنطق بها بين الهمزة والهاء، ليست همزة محققة وليست هاء خالصة. والبغضاء هلا يوم القيامة، بغضاء هلا، يعني الهمزة الأولى محققة والثانية مسهلة. المدود المتصلة المنفصلة كما نعلم عند حفص 4 و5 حركات، عند ورش 6 حركات. كثيرا أيضا مرقق الراء فيها. ويهديهم إلى صلة الميم، صلة ميم الجمع عند ورش مع المد المشبع 6 حركات، لأن أصبحت من قبيل المد المنفصل. أيضا شيئا أراد، شيئا أراد، هنا فيها توسط أو إشباع في اللين، ونحن مدام نقرأ بتوسط البدل إذا نوسط اللين، وفيها نقلان، شيئا لا شيئا وإن أراد، تنوين، نقل حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى التنوين فتتحرك التنوين بالكسر، ونقل حركة الفتحة إلى النون، شيئا أراد أن يهلك المسيح. نعم. ومن في الأرض جميعا أيضا نقل، والأرض أيضا نقل، والله على كل شيء قدير، هنا توسط اللين المهموز عند ورش. نقرأ لحفص ثم بعد ذلك نتبع القراءة لورش إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. هذه رواية حفص، طبعا نقرأ برواية ورش وننتبه للملحوظات التي ذكرتها قبل القراءة. الخلاف بين الروايتين واضح جلي بين أيديكم. نقرأ إن شاء الله تعالى لورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
والله على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا إخوة، لابد أن يتأمل الإنسان هذه الآيات وتدبرها ويدرك معناها ويعلم من هو بالنسبة للحق سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أنت أيها الإنسان بالنسبة لخلق الله إلا كذرة في مجرة، بل أقل من ذرة، ومع ذلك جعلك الله كائنا محل نظر الحق سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فينظر إلى صوركم الظاهرة ولكن ينظر إلى قلوبكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى الذي تعبدنا بهذا القرآن الكريم، تعبدنا أن نتلوه وأن نرتله، لا ينبغي أن يهجر كلام ربي، لا يهجر كلام ربي، لا يترك. بعض الناس يا أخوة للأسف الشديد علاقته بالقرآن موسمية، جاء رمضان افتح المصحف، راح رمضان سلام عليكم موعدنا رمضان القادم، من هذا؟ وكيف أليق بكتاب ربي أن يهجر؟ والله من يهجر القرآن الكريم سيشكوه رسول الله إلى الله، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهجروه، لا تهجروا تلاوته، لا تهجروا مع علمه، لا تهجروا العمل به، أقيموا مع القرآن وقوموا معه واتلوه حق تلاوته باللسان والجنان والعقل والبيان. أسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يكرمنا بصحبة القرآن ما حيينا. ومعنا أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم يا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا بنتي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. انتبهي بدك تعيدي فأغرينا. إلى يوم القيامة. أم عبد الله أعيدي فأغرينا بينهم العداوة، تحققي من ضمة الميم جيدا. فأغرينا، نعم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جزاك الله خير يا أم عبد الله، شكر الله لك على اتصالك وتلاوتك ما شاء الله طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها، وأحكام التجويد عندك مطبقة. أشكرك على هذا الاتصال وهذه التلاوة المباركة. معنا نورة أيضا من السعودية، السلام عليكم يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا بنتي اقرأي، أكملي حيث وقفت أختك. ألو. نعم تفضلي. من أي آية؟
اقرأي من قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام لا مفتوحة يا نورة، لا مفتوحة، انتبهي يا بنتي. سبل إلى صراط مستقيم. كملي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يخلق المسيح ابن مريم. ابنة انتبه للتشكيل يا نور، الله يرضى عليك، انتبه للتشكيل يا بنتي. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. وأمه ومن في الأرض جميعا. وأمه مفتوحة منصوبة. وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك يا نورة، انتبهي يا بنتي للحركات، حركات الفتحة والضمة والكسرة. أحيانا إذا غيرنا في الحركات هذه قد يختلف المعنى، في فرق بين المرفوع بين المنصوب بين المجرور، يعني ننتبه له. كلها مشكلة من فضل الله عز وجل، الله عز وجل أكرمنا بمصحف منضبط، يعني بشكل لم يسبق حقيقة في هذا الضبط الذي وضعه العلماء جزاهم الله خير حتى لا نقع بالخطأ. معنا صديقة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جزاك الله خيرا يا صديقة، وشكر الله لك قراءتك الطيبة، أسأل الله أن يأجرك ويثيبك يا بنتي. وانتبه، يعني ننتبه للمدود، مقادير المد يعني يجب أن تكون واحدة. صححت على كل حال الخطأ الذي وقعت فيه في البداية، أنه قرأنا بتوسط المنفصل ثم قصرنا، واللفظ العلماء يقولون اللفظ في نظيره كمثله، إذا وسطنا المنفصل نستمر عليه ويكون طريقنا طريق توسط المنفصل.
أربع حركات أو خمسة، وهي طريق الشاطبية، طريق التيسير الذي نقرأ به ومعتمد عندنا في هذه الختمة. هناك طريق أخرى من الطيبة، طيبة النشر في القراءات العشر، يجيز القصر عن عاصم، عن حفص عن عاصم، وهذا ما يقرأ به بعض الأئمة والقراء، وهذا ولا حرج فيه، طريق صحيحة، لكن لابد أن يأخذها بكل ما فيها من قواعد وأحكام قصر، وهي ما يسمى بطريق قصر المنفصل. هذا الحقيقة تنبيه ليس فقط للأخت صديقة، إنما هو للجميع، ينتبه الذي يقرأ بتوسط المنفصل، من يريد أن يقرأ بالقصر يشعرنا أنه يقرأ بالقصر، ويقرأ ويلتزم بالقواعد التي على طريق القصر، يكون قد أخذها وتلقاها عن شيخه، هذا لا حرج في هذا. نعم، أما الذي يقرأ بطريق الشاطبية، طريق التيسير، عن كتاب التيسير، فيقرأ بتوسط المنفصل وعليه ضوابطه وقواعده. معنا أنس من السعودية، السلام عليكم يا أنس. تفضل يا أنس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا ابني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا أنس، ما شاء الله تبارك الله. وخلق الجن من مالك الدنيا. جزاك الله خير يا أنس، شكر الله لك. بأي صف يا أنس أنت ما شاء الله؟ أنس اسمعني يا أنس، أنا أدير معك حوار نوعا ما إذا سمحت. أنس أنت في أي صف؟ في أي صف في المدرسة؟ في دراستك في أي صف تدرس أنت؟ كم عمرك؟ أيوة أنت، بسألك أنت بأي صف تدرس في المدرسة؟ الرابع. الرابع؟ ثالث. في صف ثالث، وكم تحفظ يا أنس؟ ها؟ كم جزء أن تحفظ من القرآن الكريم؟ يبدو الصوت مش واضح عند أنس. على كل حال أنس قرأ لنا من سورة الرحمن، وهو بصف ثالث ابتدائي ما شاء الله. أسأل الله أن يوفقك يا أنس لما يحب ويرضى، وأن يكرمك بحفظ كتابه كاملا. لعل أخاك يريد أن يقرأ، أخوك يريد أن يقرأ. السلام عليكم. إذا ما يزال معنا على الخط أعطينا إياه إذا سمحت والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الوقعة. تفضل تفضل. تفضل يا ابني اقرأ. الله يغفر لك يا شيخ. طيب عبد الرحمن، السلام عليكم عبد الرحمن. ايوه ايوه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا عبد الرحمن اقرأ. تفضل يا ابني. الو الو. تفضل يا حبيبي اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. رقق الراء ويعفو عن كثير. من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جزاك الله خير يا عبد الرحمن، شكر الله لك على اتصالك. كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ أحفظ 29 جزء لله الحمد. ما شاء الله، يعني على وشك الختمة إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله تبارك، أسأل الله أن يوفقك يا ابني وجزاك الله خيرا يا عبد الرحمن، قراءة طيبة. والحقيقة يعني عندما يقرأ الإنسان قراءة متقنة مع الحفظ هذا الذي نريد، لا نريد حفظا على حساب الأحكام ولا أحكاما على حساب الحفظ ولا حفظا على حساب العمل، ولا يعني الحقيقة أعطي كل ذي حق حقه، اللسان له حق والعقل له حق والقلب له حق والجوارح لها حق، فأعطي كل ذي حق حقه من القرآن تكن قد تلوت القرآن حق التلاوة بمشيئة الله تعالى. معنا روان، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا بنتي اقرأي. نعم. ألو؟ نعم تفضل اقرأ، سامعينك يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم انتبهي يا روان للضمة، انتبهي للضمة، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بارك الله فيك يا روان، شكر الله لك ما شاء الله. كم تحفظين؟ جزئين. ما شاء الله قراءتك ممتازة يا روان. في أي صف أنت؟ سادس ابتداء. ما شاء الله تبارك الله، وفقك الله لحفظ كتابه، وما شاء الله أنا أهنيك على هذه القراءة، قراءة ممتازة وأحكاما ومخارج وصفات عندك ما شاء الله جيدة جدا. سأل الله أن يثيبك يا روان ويجزيك خير الجزاء ويجزي من علمك حقيقة. التعليم يعني في البدايات هذه الحقيقة يكون لها أثر كبير جدا على النهاية. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته يا أخواني. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فأغرينا بينهم العداوة، ضمت الميم جيدا، بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسمعون. عبد الله أنت تقع بأخطاء يعني أحيانا في التشكيل، وسوف ينبئهم الله، مو ينبئهم، وسوف ينبئهم الله بما، نعم أعد، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، بدون غنة، جاءكم رسولنا يبين لكم، نعم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. طيب جزاك الله خير. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب يا شيخ عبد الله جزاك الله خير. أخي عبد الله أنت كم تحفظ من القرآن يا عبد الله؟ أجزاء متفرقة يعني تقريبا. الحقيقة قراءتك لسانك منطلق بالقرآن، لكن في عندك بعض الملحوظات أخي على القراءة. ليس كل حرف نوقف عليه يقلقل، كثير لا نقلقلها، سبل السلام لا، هذه ليست القلقلة على حروف محددة، جمع العلماء في كلمة قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه تقلقل فقط، بقية الحروف مسكينة وتسكينا كاملا، رحيم عليم يؤمنون، بدون ما نقلقلها ولا نعطيها نبرة ثانية. هذا أولا. ثانيا لابد أنك تلتزم مع شيخ تقرأ عليه ليصوب لك بعض الأخطاء. الحقيقة في بعض الأخطاء في الأداء، في كيفية نطق الكلمة أو الحرف، هذه سهلة جدا يعني. أنت لك، أنا أتفائل بأن لك مستقبل طيب مع القرآن الكريم إذا ركزت قراءتك وأحكامك ومخارج الحروف عندك عند شيخ ضابط متقن، بإذن الله تعالى ستكون قارئا مجودا. جزاك الله خير أخي عبد الله وبارك الله فيك. معنا اتصال من آية من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم
صراط مستقيم. ورش. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد. نقلين وراء بعض الآية. شيئا إن أراد أن يهلك. شيئا إن أراد. أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. جزاك الله خيرا يا آية وشكر الله لك على اتصالك. آية ختمت معنا الختمة الأولى على رواية حفص وهي الآن ما شاء الله على رواية ورش في الختمة الثانية. أسأل الله لك الخير والتوفيق وبارك الله فيك وشكر الله لك. معنا صالحة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اقرأ يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله. أول مرة أبتدي معكم من فين أقرأ يا شيخ؟ نعم. اسمعيني من الهاتف يا بنتي. لا تسمعيني من التلفاز. اسمعيني من الهاتف حتى ما يكون في فرق بالصوت بين الله يرضى عليك. ماذا قلتي؟ ما أسمعك يا شيخ. اسمعيني من الهاتف. أيوه شيخ. نعم. أيوه شيخ. تفضلي. ألو. تفضلي اقرأ يا صالحة. من فين أقرأ يا شيخ؟ إذا مش فاتحة على الصفحة اللي معنا اقرأ مما تيسر لك. إذا فاتحين على الصفحة 110 اليوم. ومن الذين قالوا إنا نصارى. نعم. من آية كم؟ سورة المائدة الآية 14. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لا الصفحة المقابلة لها. الصفحة المقابلة. ومن الذين قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم إلى يوم القيامة فسوف يبين الله بينهم. لا يا صالحة وسوف ينبئهم. أعيدي من عند فأغرينا. صالحة أنا أستغرب لماذا لا تسمعيني يا بنتي. فأغرينا مو فأغرقنا. فأغرينا بينهم العداوة. عيدي من هنا. فأغرينا. أيوة عيدي. فأغرينا بينهم. فأغرينا مو فأقرينا. فأغرين. فأغرينا. فأقرينا غين غين ليس قاف. فأغرينا بينهم. خلي فيها رخاوة. فأغرينا. نعم قولي. فأغرينا. طيب تدرب عليها الغين غير تختلف عن القاف. نعم. فأغرينا بينهم. كملي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
رسولنا قد جاءكم رسول مبين رسولنا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب جزاك الله خير يا صالحة شكر الله لك على اتصالك أرجو من الإخواني وأخواتي اللي يسمعونا أن يسمعونا من الهاتف مو من التلفاز يا إخواني لأنه في فرق في الزمن بين ما أتكلم معكم بالهاتف أو بالتلفاز يعني الإشارة تزيد في يعني يصير في صدى فأرجو أن تسمعونا من الهاتف حتى تستطيع أن تصوب الخطأ الذي عندك معنا أم عبد الله السلام عليكم أم عبد الله السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. إيه الصوت بعيد ما أحكي. يلا تفضل اقرأ سمعتيني الآن. الصوت بعيد إذا أيوة أنت تسمع الصوت بعيد. لا لا صوتك واضح تفضل اقرأي. ألو. نعم تفضل اقرأي يا بنتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ. نعم معك تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبههم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نورا وكتابا مبين يهدي بالله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم جزاك الله خير يا أم عبد الله جزاك الله خير يا أم عبد الله شكر الله لك أنا ما قادر أصحح لك على الهواء مباشرة لأنه الحقيقة يبدو فيه مشكلة في الصوت أم عبد الله أرجو أن تنتبهي للملحوظات التي أقولها لك أولا القاف غير قد هذه ليست قافا عربية القاف العربية قا قد جاءكم من الله نور ثانيا لابد أن تعرضي قراءتك على معلمة تصحح لك الأخطاء لأنه في عندك طريقة أداء الكلمة القرآنية فيها خطأ فأرجو أن تنتبهي لهذا وهذا مهم جدا أن الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليقرأ كلهم كما علم إذن في معلم في معلم وفي متعلم في معلم يعلمنا وفي متعلم يتعلم منه فمتعلم يتعلم من معلم فليقرأ كل كما علم فأرجو أن ننتبه من لهذه الملحوظة والكلام لإخواني وأخواتي الذين يعني يسمعون ويشاهدون حقيقة أن الإنسان ينبغي أن يتعب على نفسه في قراءة القرآن الكريم يقرأ ليس كما يحلو له أو كما يطاع به لسانه بل يقرأ كما نزل القرآن على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو وصل إلينا بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ كل كما علم نعم معنا جابر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضل أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور ويهدون إلى صراط مستقيم. جزاك الله خيرا. أنت جابر ولا أبو جابر؟ أنا أبو جابر. لأن أنا المخرج يقول لي جابر، أنا عرفتك منذ يعني أكثر من حلقة تقرأ أبو جابر. جزاك الله خير يا أبا جابر، ما شاء الله قراءة طيبة وصوت حسن وأحكام منضبطة، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها يا عبد أبو جابر. والحقيقة يعني أنصحك أن تتابع مع من يسمع لقراءتك حتى تكون قراءتك يعني أكثر ضبطا. حقيقة أنت ما شاء الله ذو صوت حسن جميل، ويعني هذا الصوت توظفه بقراءة القرآن الكريم بختمة كاملة على شيخ تعرض عليه قراءتك حتى تأخذ الإجازة إن شاء الله تعالى وتكون بإذن الله من القراءة المقرئين. أسأل الله أن يثبتك ويقويك. شكرا يا أخي أبا جابر، وجزاك الله خيرا على تواصلك واتصالك. معنا اتصال الأخير من عبد المحسن. السلام عليكم عبد المحسن. أهلا، تفضل يا عبد المحسن. الله. السلام عليكم. أهلا الله. تفضل اقرأ. نطالبه بوضعت الله ثلاث وضعت. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله ثلاث ولد ولك وضعت. والله متحسن قراءتك، أسأل الله أن يوفقك يا عبد المحسن. جزاك الله خير يا عبد المحسن، والله الله سبحانه وتعالى قادم على أن يطلق لسانك بكتابه. أسأل الله أن يوفقك يا عبد المحسن، أنت حرصك هذا على التواصل مع البرنامج دليل على حبك لكتاب الله سبحانه وتعالى وحرصك على تلاوته. أسأل الله أن يوفقك ويحفظك ويجعلك يعني من أهل القرآن الذين هم أهل الله، وخاصة حقيقة جينا بكم ومعكم إلى نهاية هذا البرنامج كما بدأناكم بالترحاب والمودة والمحبة القرآنية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، التقينا على كتاب الله وعليه نلتقي وبه نرتقي إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة كتابه الكريم وبحبنا لكتابه الكريم العظيم المبارك أن يفرج عنا وعنكم عن سائر أمة محمد أجمعين، وأن يكون للمستضعفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، على أمل اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله باسمكم جميعا، أشكر إخوان الذين قاموا تنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا نزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. أسعد الناس تقي يتغنى بالكتاب، ماهر يتلو ويرجو أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة، ولتكن دوما نبيها عند تصحيح